ايه معكم سباركولابتك ومعكم فيفي بروسبر. لحنا بنعرف قد ايه انتم بتحبوا دي ام سي، مش هناك عم نعملكم مسابقه حصريه على ريجن 2 لربحكم نسخات من دي ام سي. والله لو انت بدك تربحوا النسخات انا بدي ربحهم كنزات. والله عندك كنزات كمان بدك تربحيهم؟ عندي كنزات بدي ربحهم، وبس بدي ربحها لريجن 2 فانز. في عنا اربع نسخات من دي ام سي بدنا نعطيكم اياها، اثنين على الاكس بوكس، اثنين على البلاي ستيشن. كيف بدكم تربحوا معنا؟ هين كتير. اول شيء بدكم تعملوه هو سبسكرايب لليوتيوب شانل تبعنا، وثاني شغله بدكم تعملوها بدكم تجاوبونا على هذا السؤال على الفيديو على يوتيوب، مش على فيسبوك، على يوتيوب. السؤال هو دانتي بيو سباردا ولا سبارتا ولا سباركلابتيك. وما تنسوا تقولوا لنا اي نسخه بدكم اياها، بدكم نسخه الاكس بوكس 360 ولا نسخه البلاي ستيشن. ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل. وبس بنحب نقول لكم انه هاي المسابقه بس لمشجعينا ومشاركينا بالامارات، وللمزيد من هيك مسابقات ومراجعات الالعاب خليكم عم تتابعونا على ريجن 2.